أمسية طيبة للجميع مشاهدينا الكرام. خلال يوم الغد مصلحة الأرصاد الجوية ترتقي دائما استقرار في الوضع الجوي تقريبا على جل المناطق الشمالية، ولكن بعد انقشاع ضباب على الواجهة الشرقية على السواحل حتى المرتفعات. رغم ذلك سحب النوع العالي ستنتشر خلال أواخر النهار إن شاء الله، ستخص الواجهة الغربية لتمتد إلى منطقة الثورة وكذلك شمال الصحراء. خلال هذه الليلة وخاصة صبيحة الغد طقس بارد على المرتفعات والهضاب مع درجة الصفر على السطيف، مقاييس ما بين 7 درجات إلى غاية 10 درجات على السواحل، 11 درجة على كل من تندوف أدرار تيميمون كذلك برج باجي مختار، على مقياس على إن صالح وإنجزة مع 12 درجة. أما خلال الظهيرة إن شاء الله درجة الحرارة القصوى في تراجع المرتفعات والهضاب خاصة الغربية مع 12 درجة فقط على المشرين عام والبيض، لترتفع على السواحل لتقارب 22 درجة على الواجهة الساحلية الشرقية، 21 درجة على العاصمة، ننتظر 22 درجة على تندوف كذلك أدرار وتيميمون، 25 درجة على أقصى الجنوب. أما البحر خلال يوم الغد يبقى هادئ وجميل على السواحل الغربية والوسطى، قليل الاضطراب على السواحل الشرقية، رياح ضعيفة لن تتعدى 20 كيلومتر في الساعة. تواصل الاستقرار في حالة الطقس خلال يوم الثلاثاء تقريبا على كل أرجاء الوطن، بينما خلال يوم الأربعاء إن شاء الله مصلحة الأرصاد الجوية بحول الله ترتقب اضطراب جوي، سيكون قليل النشاط، بعض الأمطار غير مستبعدة على السواحل الوسطى والشرقية، نسبة رطوبة عالية على المرتفعات والهضاب مع تراجع لدرجات الحرارة. خلال يوم الخميس بحول الله تواصل لبعض الأمطار المتفرقة على السواحل الوسطى والشرقية، سحب ستنتشر على الوجه الغربي والمرتفعات والهضاب، درجات الحر دائما في تراجع خاصة المرتفعات والهضاب. غروب الشمس خلال يوم الغد على مستوى العاصمة سيكون بحول الله في تمام 5:40. أشكركم على المتابعة، أمسية طيبة للجميع.